طيب هكمل مع حضرتك كابتن عبد الستار. عايز اسالك على النهارده واحد من اللاعبين اللي تالقوا بشكل واضح او بشكل ملموس جدا، ياسر ابراهيم. ياسر اول ما نزل مكان محمد عبد المنعم الناس قالت ياسر ليه محمد متالق وياسر ربنا يستر والدنيا مش من ساعه ما نزل هو كان من افضل لاعبي المباراه تقريبا، تتفق؟ طبعا ياسر ابراهيم، بص ان لعيب النادي الاهلي ولعيب النادي الزمالك ما فيش اي مشاكل عنده، هو بيلعب تحت ضغوط، بيلعب في افريقيا مفيش مشاكل، يعني انت لو لعبت مع منتخب مصر يبتدي على طول ما فيش اي مشكله خالص، غير لما لاعب يبقى انت جاي ما لعبش اصلا بطولات ما عندوش خبرات وبتاع الحاجات دي كلها تبقى مشكله. ياسر ابراهيم من نوعيه ان هو لعب منتخبات قبل كده ما عندوش مشكله خالص، لما ابتدى ونزل خلاص ابتدى بشكل قوي جدا، حتى النهارده كان النهارده طلع كورتين بشكل قوي جدا كان مميز جدا فيها. صح. يعني كانت حسيت ياسر ابراهيم النهارده كان بقى له فتره بيلعب وكمان ايه كان متاقلم على طول مع الونش. اول ما طلع منها وبتاع الحاجات دي كلها كان هو اللي بيتكلم. صح. مش الونش. صح. يعني في الكلام كانت توجيهاته بتاع كده ياسر ابراهيم كان هو اللي بيبتدي يظبط مع الونش وبتاع الحاجات دي كلها، عشان لا ياسر ابراهيم النهارده مكسب كبير جدا لمنتخب مصر، ودي الحاجه اللي احنا ايه ناقصانا ان احنا ما عندناش بدائل بشكل قوي جدا. عندنا كان عندنا حجازي مصاب ومنعم يعني ان شاء الله يوم بالسلامه وبتاع الحاجات دي كلها، والونش ممكن يغيب هيغيب خلاص عشان الايقاف انذارات. يعني حته بقى احنا عندي يعني ياسر ابراهيم محتاجين الايه العناصر المهمه قوي في الايه في المركز ده. ياسر ابراهيم دلوقتي هو لا الحمد لله يعني ادى بشكل قوي جدا، هيروح المباراه هناك خلاص في اهميه كبيره جدا، في اهتمام بقى خلاص من بدايه المباراه هيبدا. صح. هيبدا بقى خلاص عارف بقى ايه دوره كده هيبدا. يعني هيبدا المباراه لو ادى بشكل قوي جدا. طيب. وانا في التسخين بتاعه هو بيسخن لما منعم تعور، يعني لا حسيت فيه انا عايز ينزل. صحيح. كل شويه يوصل طبعا عايز ينزل بسرعه. صحيح. غير اللاعب بقى ما هو مثلا قلقان في رهبه بتاع الجمهور وبتاع كده بياخد خطوه لورا بتاع يعني الحاجات كلها قلقان. لا ياسر ابراهيم ايه اللي ورطني التوريطه دي؟ انا الصراحه انا النهارده يعني النهارده عامل مباراه كويسه جدا. صح. كان مميز جدا. صح. كان عامل النواحي الدفاعيه بشكل قوي جدا، ما فيش بقى فروقات يعني كان على طول احنا كنا قلقانين يبقى في فروقات في نص الملعب. لا كان قريب بيطلع الديفنس ان شاء الله باذن الله ربنا وفقه الماتش اللي هناك ان شاء الله باذن الله.